عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم معايا، ترحب بكم وترحب بالناس الجدد معايا، مرحبا بكم معايا، وتنشكركم على التعليقات ديالكم الرائعة وعلى المتابعة، شكرا لكم. اليوم كما تتشوفوا بغيت نشارك معكم بيتزات صغار اللي تجيو هائلين أو بمكونات جد بسيطة. بسم الله على بركة الله، ندوزو لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، عندي 4 كؤوس نتاع الدقيق، عندي 1 معلقة صغيرة نتاع الملح، 1 معلقة كبيرة نتاع السكر سنيدة، غنخلط مزيان، ندخل الملح والسنيده مع الدقيق، ومن بعد تندير فيه واحد الحفيره هكا، وعندي 2 معالق كبار نتاع الزبده غادي نذوبهم، هنا تنضيف 1 الكاس نتاع الماء الدافي، وتنضيف ليه 1 المعلقة نتاع الخميرة فورية نتاع الخبز، غادي نخلي الخميرة تذوب مع الماء، غنضيف 2 معالق نتاع الزبدة المذابة، تنخلي الزبدة تذوب مع الخميرة، ومن بعد تنخلط العجين بهذه الطريقة، تنجمع العجين في 1 معلقة صغيرة نتاع الزعتر، وهنايا غادي نجمع بيديا، وبعد ما جمعت العجينات اللي كتعاد تولات على هذا الشكل، تولات رطبة تجي رائعة، وهنايا في واحد الإناء غنحط العجينة تخمر، غادي نخليها تخمر 1 ساعة تقريبا، وغنغطيها نخليها تخمر، وهنايا بعد ما خمرت العجينة بعد ما تضعف الحجم ديالها غادي ندخلها الثلاجة 1 ربع ساعة عاد نشكلها، وهذه هي لاباط ديالنا بعد ما خمرت ودخلتها للثلاجه 1 ربع ساعة وخرجتها، ودابا غادي نشكلها، تجي خفيفه تجي رائعه بهذه الطريقه، وفي السطح العمل تنشط واحد شويه تاع الدقيق، بواحد المدلك غادي يدلك
غادي نسرح عفوا العجينه. خفيفة سهلة في التحضير. وهنا كما تشوفوا العجينة كي تجي رائعة متماسكة وخفيفة. هنا بعد ما سرحت لاباط وغادي نقطع بعد القطع، ممكن تقطعوا باي قطع بغيتو، متوفر عندكم ولا بشي كاس ولا بشي زلافه صغيره هكا، ولا ديروا هكا كبيره. هنا بعد ما قطعت البيتزا بهذه الطريقه تنعاود نجمع هاد الاطراف وغنعاود نسرحهم ونقطعهم وغادي نعاود نخدمهم. تنعاود نجمع العجينة وتنعاود نسرحها، تنشرب واحد شوية نتاع الدقيق وتنعاود نسرحها. هنا الطوافاش بين طيب البيتزا تندلها بالزبدة، فواحد شوية نتاع الزبدة ضروري من هاد العملية هادي، تجيهم تخليهم زوينين بعد من تحت يتحمرو. هنا تنضيف قليل من الصلصة، واحد شوية نتاع الصلصة بالطريقة. تندوز لهم الصلصه، وبالنسبه للصلصه فات لي حضرتها معكم بالجزر ومطيشه والبصله، قطعتهم قطع كبار وطيبتهم في الكاسرونه مع واحد شويه نتاع الملح وشويه نتاع الزيت البلديه. وهنا تنزيد الفلفله اللي شويتها واحد الشويه ماشي بزاف، ما قليتهاش غير شويتها، تجي رائعه بهذه الطريقه. ومن بعد تنزيل واحد شويه نتاع الطوم، ومن بعد تنزيل الجبن، ممكن تضيفوا اي جبن بغيتو ولكن الافضل البيتزا والموتزاريلا اللي تيجي معاها. هنا تنزيد واحد شويه نتاع الجبن الموتزاريلا، في الاخر تنزيد الزيتون، شويه نتاع زيت الزيتون الاخضر بالطريقه. وفي الاخر تنزيد واحد شويه نتاع الزيتون كحل، البيتزا تيجيو رائعين.
بالنسبة للحشوة ممكن تعمروهم بأي حشوة عجبتكم بفراندكم. أنا شاركت معكم غير لبط، هاد لبط تجي رائعة. دابا غادي ندخلوها من الفرن اللي سخنته من قبل، من الفوق ومن التحت، سخنت شعلت الفوق والتحت. غادي ندخل ليها البيتزات. وهادو هما البيتزات بعد ما خرجتهم من الفرن، تيجيو على هذا الشكل، تيجيو هائلين، تيجيو خفاف من الداخل، تيجيو رائعين. تنتمنى ان اللي يعجبكم مشاهدين الكرام، غادي نحطهم في الصحن تقديم ونتلاقاو. تيجيو رائعين. وهنا عندي واحد شويه نتاع زيت الزيتون، رقدتها مع واحد شويه نتاع الثومه، رقدتهم مده ساعه. غندهن بهم هاد البيتزات، تيعطيهم واحد النكهه رائعه. تنتمنى ينالو اعجابكم، ساهلين في التحضير، تيجيو بنان. تستمر بهذه الطريقه، تندهنهم بعد زيت الزيتون باش مرقد الثوم، تعطيهم واحد النكهه رائعه. ندير جوج فصوص الثوم، واحد شويه قليل من زيت الزيتون، تنقد فيه جوج فصوص الثوم مده ساعه. من بعد تندهن بهم هاد البيتزات بعد ما تنخرجهم من الفرن. هادو هما البيتزا ديالنا، تنتمنى ينالو اعجابكم مشاهدينا الكرام، تيجيو رائعين، تيجيو هائلين، تيجيو بنان، وسهلين في التحضير ومقرمشين ورطبين من الداخل، تيجيو زوينين بزاف. تنتمنى ينالو اعجابكم مشاهدينا الكرام، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموني باللايك الى عجبكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.